بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان، ينطلق أيضا شوطنا الثاني عشر. أملين التوفيق والتحدي للجميع المشاركين والمنطلقين مباشرة مع المركز الأول مهابة، أيضا مع المركز الأول سعيد بن سالم الحارثي، من ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني هنا الترف محمد بن الحميد الوهيبي، غير مع المركز الأول والمركز الثالث أيضا هناك، أيضا مع أيضا ترف تركي بن صالح الوهيبي مع المركز الثالث. ثم في المركز الرابع خبرة أو خير حمود بن ناصر الحرسوسي، من ينطلق مع المركز الرابع والمركز الخامس. أيضا الحويل سالم بن حمد الوهيبي ينطلق مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة. أعود إلى المركز الأول، إلى مقدمة هذا الشوط، إلى التحدي الجميل والتحدي المثير اللي انطلقت به المعترف محمد بن الحميد الوهيبي، ينطلق مع أول المنطلقين. المركز الثاني، المركز الثاني الوصول من الحويل سالم بن حمد الوهيبي مع المركز الثاني. أما في المركز الثالث أيضا ترف تركي بن صالح الوهيبي مع المركز الثالث، أو هناك مع المركز الثالث. المركز الرابع القدوم مع رابع المراكز مهابة سعيد بن سالم الحارثي، ينطلق مع مهابة على المركز أيضا الرابع. يا سلام يا سلام، إلى التحدي الجميل، إلى التحدي المثير هنا مع صدارة هذا الشوط. إلى التحدي الجميل، إلى التحدي المثير نحو صدارة هذا الشوط، نحو المقدمة، نحو الصدارة. شوف 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 من الجانب الآخر، إلى التحدي الجميل، إلى التحدي المثير، انطلقت نحو الصدارة، نحو المركز الأول. أوه هذا الحكيم القادم القادم، وانطلق نحو الصدارة، نحو المركز الأول، منطلقا نحو التحدي الجميل. لكن ترف القادمة نحو المركز الأول، يا سلام، نحو صدارة هذا الشوط، نحو التحدي الجميل. جميل صالح ايضا هناك، من ينطلق مع المركز الاول، مع الامال الكبيره ومع الامال المثيره. ترف تركي بن صالح الوهيبي، من ينطلق مع المركز الاول نحو الصداره هذا الشوط، نحو الامال الكبيره. لكن هناك الاسماء القادمه والمنطلقه نحو الصداره هذا الشوط، نحو التحدي المثير. ترف نحو الصداره، نحو المركز الاول، ايضا تركي بن صالح الوهيبي انطلق نحو الناموس، نحو التحدي الجميل. تهانينا والناموس لمالك ترف تركي بن صالح الوهيبي، والمركز الثاني مهاب سعيد بن سالم الحارثي المركز الثالث. كانت هناك مع المركز الثالث بالفعل شوط تحدي مثير حتى لم تاري الأخيرة، دقيقتين 57 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا.